بسمة لايف صوت الجهاد. جدا باستقبال الفنان الشاب التونسي، نحكيه على عبد الرحمن البخاري. عبد الرحمن اللي في الفترة الأخيرة كان ظهر، هو معروف أكيد في الفترة الأخيرة وتزامنا مع قرار ترامب، أوبرت كلمات حماسية جدا، أوبرت كانت تعرضت في المسرح البلدي، تفاعل معها الجمهور مش حتى التونسي كذلك في العالم العربي. مرحبا بك عبد الرحمن، صباح الخير. صباح الخير ليك وللمشاهدين ولكامل الفريق. يعيشك، مرحبا بك عبد الرحمن. أوبرت سنعود للفنان التونسي كما قلت عبد الرحمن البخاري لمساندة الشعب الفلسطيني. بعض الكلمات الحماسية من هذه الأوبرات، سنعود قريبا إلى المدينة ونعانق أرض الزيتون ونحرر فيها التاريخ ونعيد المجد. قبل ما نحكي على هذه الأوبرات خلينا نشاهد مقتطفات منها. سنعود قريبا إلى المدينة وسنحضن فيها ليالي الحزين. سنعود قريبا إلى المدينة وسنحضن فيها الليالي الحزينة أرض الزيتون وسنهدي نصرا ونحرر فيها التاريخ ونعيد المجد. جدار يحمي غضب الأحرار ولواء النصر يرفع صوت الدوار. بالحق جدار يحمي غضب الأحرار ولواء النصر يرفع صوت الدوار. بالحق جدار يحمي غضب الأحرار ولواء النصر يرفع صوت الدوار. سنعود بغضب الأحرار وسيعلو صوت الدوار. سنعود بغضب الأحرار وسيعلو صوت الدوار ونعيد كل الألوان للأرض الحرة. وسنقطف تمرة أشجار رويت بدماء الأبرار ونعود عودة أسياد لرجوع العبد المنهار. وسنقطف تمرة أشجار رويت بدماء الأبرار ونعود عودة أسياد لرجوع العبد المنهار. وسنقطف تمرة أشجار رويت بدماء الأبرار ونعود عودة أسياد لرجوع العبد المنهار. ونكبر تكبيرا يعلو ويهز أقصانا الغالي. ونكبر تكبيرا يعلو ويهز أقصانا الغالي. الله أكبر الله
عايشناكم اجواء هذه الاوبريت. احنا كنا نتناقشوا قبيله شويه راهو تبكي بالحق هذيك معاكم في السوريه. لا هذيك التونسيه. اللي تبكي هما برشا بكاو في وقت الاذان خاطر كي جاوا برفنا فما شكون احضر في التبريف وقت قبل بساعه ولكن وقت البروفه ما حطيناش الاذان. فوقت اللي جاوا يصوروا صاي بدينا في التورناج وقت اللي سمعوا الاذان برشا منهم تاثروا وبكاو. فالبلان ذاك انا بدي قعدت بيت قلت للمخرج قلت كيفاش عملت هذه. قال لي والله كيك معناها الطفله بكيت بالحق وباحاسيس يا اخي خذا البلان هذاك. يعطيك الصحه. هذه اوبيريت كانت في وقتها خلينا نقولوا دونك التصوير كان فيت في 2-3 خاطر تعاود مره اخرى. أيه. قبل نهار من قرار ترامب. قبل نهار كملنا التصوير من غدوه خاطر احنا بريفي باش تخرج في 2014 ولكن التصوير 2015 بليتو لكن التصوير في مسرح البلدي كان صعيب لانه ثم ترميم فوالا. فقعدنا عام ولا عام ونص بعد قعدنا نستناو باش نلقاو دات. تعرف انت المسرح البلدي ياخذوا ياسر معناها سواء ركح على المسرح او على الغناء او معناها ديما فما عروض وتظاهرات. فلقينا دات 30 سبتمبر 2017 صورنا مع فنانين وانا نحب نقدم الشكر لهم فنانين دوما حضروا. وعلى فكره اي فنان نكلمه نقول له راهو باش نصوروا على فلسطين يقول انا معاكم. جات راني الجيبسي جات من عبد القوي جا كرم عزوز جا فادي حمدي جات حبيب الحارث جات نخاف لكم الناس اسمها ماهيش تورو. ولكن احنا شفنا كان ممثل احلي مداوت في الكليب. علاش؟ لانه التصوير هذاك الكل صارت فيه اشكال واضطرينا ان باش نعاودوا التصوير من الاول جديد. كي عاودنا التصوير من الاول جديد صار في ظرف اسبوع. فالفنانين بالحق قعدوا معناها متحسين قالوا لنا تعرف ظرف الفنان تلقاه اون بيان فما تورناج والا عندهم ديزونجاجمون اكزاكتومون. دونك كانت موجوده مدام حليمه داود ونحييها بصراحه. صبحت معانا في التصوير ورغم اللي تعب شويه وكل شيء ولكن كملت في التصوير وعطات ما عندها هو والجروب الكل. ديجا الجروب اللي جاو الكل اللي كتشوفوا فيهم هذوك الكل 60 واحد جاو ديجا من بلدان مختلفه وزيد متطوعين جاءوا حضروا لانهم يعتبروا القضيه الفلسطينيه هي معناها متناقش جزء منهم. يعني جزء معناها انت تقول له راهو باش تصور القضيه الفلسطينيه يقول لي وقتاش انا معك معناها. دونك برشا ظروف سمحت انه يخرج في الوقت هذاك معناها مش ديجا تصورت نهار الاثنين ما في بالناش بترامب باش يتكلم. سهرت ثلاثه كملت التورناج الثاني. نهار الاربعاء والخميس دخلت النهار اللي بعد تكلمت ترامب. نهار الخميس خرجت من التورناج من المونتاج وكانت حاضر نهار الجمعة يعني صباح الوقت كان مويتي وخرجت في الوقت المناسب كما نقولوا. انت لحنتها وكتبتها وغنيتها. ظهر لي معناها القضية الفلسطينية مترسخة فيك وانت ما عندكش برشا انتاج ولكن كي تنتج ديما فما رسالة كي تغني ديما فما رسالة في الميت. صحيح انا ديما نحب الاغاني نتاعي نكون حاجة عشتها وجينيرالمون نحب نغني حاجه انا كاتبها. تعرف تكتب حاجه تكتب معناها فيها برشا مشاعر وبرشا احاسيس. دونك حتى كي تغنيها تعطيها اكثر في الاغنيه. فمن جهه هي القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه راها انا قضيه عدل قضيه شعب ارضه مغتصبه ارضه محتله. فهذا من جانب الحقوقي من جانب معناها الإنساني. وزيد معناها كلمات تخرجهم من عندك تحسهم أكثر. دونك جينيرالمون الأغاني نتاعي سواء حتى الأغاني اللي باش الألبوم اللي باش يحضر إن شاء الله قريب اللي فيه برشا أغاني وبرشا لهجات كلهم تقريبا أنا خدمتهم. مش خاطر نحب أنا نخدم ساعات ناخذ حاجات كي نحاول ندندنهم وكل شيء باش نلقاش فيهم حاجة معناها لكن نحس الأغنية كي نكتبها أنا نحسها أكثر لأني نعيش القضية فوالا. لأني أنا ناخذ قضية ونحكي عليها منظوري أنا وبوجهة نظر متاعي أنا. وجهة نظر متاعك عبد الرحمن. في بالكم مدافع شرس عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. نعرف القضية الفلسطينية بغض النظر عن ما هو ديني هي قضية عادلة قضية إنسانية وهذه حاولت تبلوروا في الأوبريت هذه. خدمت على صوت الأذان خدمت على صوت الكنيسة خدمت على حليمة داود واللبسة اللي ما نعرفوهاش راهبة وإلا مسلمة وهذا كله كان لهدف معين.
الوقت. اكزاكتومون. ديجا كما قلت انت مدام حليمه داود، ناس تقول مراه مسلمه متحجبه، ناس تقول لا راهبه، ناس تقول هذيك فلسطين خاطر بحكم اللبسه، ناس تقول هذيك الاصاله. هذا هو اللي حابين نوصلوه، فما رمزيه يعني، رمزيه انه كل واحد يشوف مدام حليمه داود كيف ما هو، كيف ما شخصيته، كيف ما هو عنده الباك جراوند نتاعو. فمدام حليمه داود كانت الوحده اللي تلم الناس الكل بك، اللبسه اللي تقليدية أكل التريزة فلسطيني. الفلسطينية الأصيلة، يعني نختلفوا مع بعضنا، صوت الأذان، صوت المعابد، صوت الكنائس، نختلفوا لكن تجمعنا الحقيقة، تجمعنا يجمعنا العدل والقضية. يجمعنا القضية اللي هي هذيك أرض فلسطين عاصمتها القدس، أرض محتلة ومغتصبة، وكل الشعوب والدين تتعايش لكن تحت الرأي الفلسطيني. Exactly. أنا حضرت في مؤتمرات حتى في أوروبا، وريت ناس أجانب من أوروبا ومن حتى من آسيا ومن أمريكا متبنين القضية، ساعات تحسهم أكثر من العرب معناها بصدق، وهزين علم فلسطين وكل شيء، ومؤخرا معناها هذه عمناول مش لها برشة، فهمت شنو؟ دونك القضية قضية حق وعدل وأرض مغتصبة يجب أن يسترجعها أهلها. بالضبط. هدى، أنا باش نرجع لعبد الرحمن الفنان التشكيلي، عبد الرحمن اللي يكتب، عبد الرحمن اللي متعدد المواهب، تبارك الله عليك، ولكن ماكش هكا موجود برشا في المشهد الإعلامي، ماكش قاعد ياسر تخدم على الإيماج نتاعك باش الناس تعرفك أكثر، علاش هذا اختيار أنك هكا تخدم ديسكريتمون ديسكري أنت؟ لا أما نحب كي نخرج حاجة نحب نكون خدمتها بالكدا، ونحب كي نظهر اعلاميا نكون عندي ما نقدم، معناها ما نكونش حاجه معناها وبيان خذيت حاجه قديمه. بون انا نحيي الناس كل اللي تاخذ حاجه قديمه وتجددها وكل شيء، وهذا حاجه مهمه، بالعكس حتى تراثنا مهم ياسر انه شبابنا يعرفوه، ولكن انا من الناس اللي نحب اني نقدم حاجه جديده وكي نظهر بها اما بلوس ان بلوس فوالا برودوي نتاعي انا نجم نقدم ونجم نحكي عليه. مي انا ديجا نحب، انا ولد باب سويقه ونحب الحاجه المتاصله ونحب القديم ونشيخ مع الجو القديم. هذا دايوغ في تصاور، وعندك انت برشا رسومات كنا شفناها على الانترنت على الفيسبوك نتاعك قديمه، فما التابلو نتاعي جينيرالمون اي فوالا نبرز فوالا الحوم العربي واللي تاع حتى في الماكله سيدا ما عرفت ما تقول ديما البليبي وحاجات زي 30 ثانيه بربي عبد الرحمن، وين باش تكون موجوده الاوبرا هذه ابار تونس باش تخرج بها البراوي؟ اي فما برشا قنوات عربيه ديجا من مصر، من ليبيا، من الجزائر، من اليمن، فما برشا قنوات باش تعديها قريبا، ويظهر لي بدات تعدي فيها بارتير من اليوم باش بدات تعدي فيها، وان شاء الله تلاقي نجاح باهي، وان شاء الله اكثر من نجاح، ان شاء الله تكون رساله راهو انا نحب رساله فنيه وثقافيه، مساج صغير راهو خليوا الناس تعبر باللي حتى يبدل تصويرته حتى يقدم اي حاجه. نحن شعوب الحكام هم اللي عندهم السلطه والقرارات، احنا شعوب خليوا الشباب يعبر ويقول اللي يحب ويظهر اللي يحب ويتعاطف مع القضيه كما يحب هو. بالضبط. ميرسي بوكو عبد الرحمن البخاري الفنان التونسي، هذه الاوبيرات برافو يعطيك الصحه، وصلت باش لتونس للعالم الكل، واكيد وصلت لقلوب الفلسطينيين اللي كانوا. تفضل. نحب نشكر المخرج سيريان ومروان، ونحب نشكر اصحابي اللي وقفوا معايا معتز وامير السويسي والمجموعه اللي كانت معايا، الكل نحب نشكرهم برشا برشا برشا، والفنانين واللي كيب